فضيلة الشيخ وفقكم الله، تنفير حمام الحرم هل هو محرم؟ نعم، كل الصيد يحرم تنفيره. نعم. وهل يجوز للولي حتى على غير المحرم؟ لا ينفر صيده حتى على غير المحرم. نعم. وهل يجب على الولي أن يمنع صبيانه من تنفير حمام الحرم؟ إذا كان يراهم أمنعهم، أما إذا أنه ما شافهم ولا درى عنهم وما على شيء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صار يراهم يمنعهم. نعم.